أيام قليلة بإذن الله وبيبدأ حدث مهم وكبير اللي هو معرض أسبوع جايتكس للتقنية، الذي يعتبر أكبر حدث متخصص في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وثالث أكبر معرض كذلك من نوعه في العالم. تعودنا نحن من حكومة الشارقة المشاركة، والمشاركة دائما تكون مشاركة متميزة بمؤسسات الحكومية وكذلك الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة في هذا المعرض. معنا الآن عبر الهاتف الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة. الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام أبو سلطان، كيف حالك؟ طيب الله يسلمك. الحمد لله. الله, الله يحفظك. الله يسلمك. متعودين نحن في كل سنة ما شاء الله مشاركة يعني حكومة الشارقة والمؤسسات التابعة للحكومة تكون مشاركة متميزة ويكون في إقبال وإشادة كذلك كبيرة عليها. الله يسلمك. طبعا نحن نشكركم على التواصل، ودائما أنتم ما شاء الله متواصلين يعني من خلال هذا الحدث والأحداث الثانية. يعني بارك الله فيك. في البداية أسألك الشيخ، ما الهدف من وراء مشاركة دائرة الحكومة الإلكترونية في هذا الحدث العالمي المتخصص في قطاع التقنية والاتصالات؟ والله أخوي أحمد، هي الحمد لله يعني دائرة دائما تشارك في هذا المعرض، بالإضافة للدوائر الحكومية والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة. نعم. مشاركتنا في معرض جايتكس باعتباره واحد من أضخم المشاركات الحكومية على مستوى الدولة، هو التأكيد طبعا على حضور إمارة الشارقة الفاعل في شتى المجالات، يعني والاستعراض يعني استعراض المستجدات في مجال تقنية المعلومات والثورة الرقمية. طبعا هذه كلها وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن الارتقاء بسمعة الإمارة كإمارة نموذجية، إمارة رائدة. فالحمد لله يعني السنة هذه نحن مشاركتنا إن شاء الله بتكون متميزة إن شاء الله بإذن الله. اليوم بتشاركون طبعا هذا العام إلى جانب عدد كذلك من الجهات الحكومية في الإمارة. أسألك الشيخ، كم عدد الجهات الحكومية المشاركة في معرض جايتكس؟ طبعا العدد هذه السنة هو 36 دائرة وجهة حكومية في إمارة الشارقة. نحن من ضمن الاشتراطات أخوي أبو سلطان أن الدائرة اللي تشارك لازم يكون عندها شيء جديد، ما نبغي نحن نكرر الأشياء اللي عرضوها العام السابق. نعم. فالحمد لله استجابت لنا 36 دائرة ما شاء الله، يقدمون طبعا تطبيقاتهم من خلال المنصة اللي بتكون إن شاء الله متواجدة الأسبوع الجاي. نعم. في تغيير صار أو تغييرات كبيرة كذلك طرأت على جناح الدائرة المشارك في نسخة هذا العام، ما هي رؤية الدائرة في اختيارها لهذا التصميم وليش التغيير؟ والله نحن حابين دائما كل سنة نغير من شكل المنصة. نعم. العام السابق كانت منصة متميزة، السنة هذه إن شاء الله بتكون أيضا متميزة. يعني أنت عارف إمارة الشارقة إمارة تختلف عن باقي المدن. نعم. الشارقة الحمد لله تجمع بين الثقافة والفن والعراقة والحضارة والتاريخ. فهاي السنة خلال مشاركتنا حبينا أن نواكب التطور العمراني اللي تتميز فيه إمارة الشارقة، فاعتمدنا تصميم فريد الصراحة هذه السنة يحاكي البيئة الإماراتية، البيئة الصحراوية. فاستمدينا التصميم من مبنى شركة بيئة اللي هو حاليا أعتقد ينبني، اللي صممت المهندسة العراقية الراحلة زهى حديد. فالسنة هذه المنصة بتكون مستمدة من مبنى شركة بيئة، منها نجذب الجمهور لأعتقد أنه المنصة يشوف شو اللي موجود أو الدوائر المشاركة اللي موجودة، شو التطبيقات اللي عندها، شو الجديد من خدمات اللي نقدر نساعد فيها الجمهور. نعم. الناس تسأل كذلك الشيخ عن أبرز ما ستعرضه الدوائر الحكومية المشاركة كذلك في المعرض. نعم. طبعا مثل ما قلت لك اخوي بسلطان، كل دائره احنا اشترطنا عليها ان تقدم اكثر عن تقدم خدمه جديده عن الخدمات اللي قدمتها العام او العوام السابقه. فكل هذا ان شاء الله كل دائره سوف تستعرض خدماتها البثيه وتطبيقاتها الالكترونيه. يعني
يعني نحن نتكلم عن 36 دائرة، فهي أكثر عن 36 خدمة بتقدمها الدوائر اللي بتكون مشاركة في هذا المعرض. نعم، وطبعا في تنسيق مسبق بينكم كدائرة الحكومة الإلكترونية الشيخ مع المؤسسات كذلك اللي بتعرض الجديد عندها في المعرض. هي نعم طبعا، نحن كل سنة من ينتهي المعرض نبتدي الشغل حق السنة الجاية. ما شاء الله. فالحمد لله يعني فريق العمل سوى جلسات يسمون العصف الذهني للدوائر اللي بتشارك يعني في خلال معرض جايتكس. طبعا خدنا منهم بعض الأفكار وخبرناهم أيضا أن هم طبعا أعطيناهم مرونة أن يختارون أيضا منصاتهم داخل المنصة الرئيسية. وأنت عارف طبعا المعرض فرصة للتعرف على أحدث تقنيات أخوي بسلطان الموجودة. نعم. المعرض يضم كبرى الشركات في مجال تقنية المعلومات، فهذه أيضا فرصة لنا كدائرة الحكومة الإلكترونية أن نتعرف على هذه الشركات، وأيضا يمكن إذا في مجال تعاون فيما بيننا يعني بإذن الله. الشيخ هذا الأخ تسمح لي أقرأ رسالته بس، الأخ أبو غيث يقول نحن تعودنا ما شاء الله من جناح الدائرة أو جناح الشارقة المشارك في المعرض يكون مختلف تماما ودائما يكون مجذب، فننتظر بإذن الله الافتتاح والحضور إن شاء الله بحيث أن نشوف التغييرات كذلك اللي صارت على الجناح. وفعلا الشيخ على فكرة يعني حتى يوم نحن كنا نحضر، يعني أنا أيد بوغيث يعني نحضر المعرض نشوف ما شاء الله في زحمة، ودائما يكون الشكل مختلف، التصميم يكون مختلف، مجذب كذلك حتى لجمهور والحضور اللي موجود كذلك في المعرض. وطبعا اخوي بسلطان هي ما فقط على الشكل، بالعكس نحن حتى على الخدمات اللي تقدمها هذه الدوائر، يعني نحن نتكلم دوائر ما شاء الله قدمت حصلت على جوائز يعني من في دوله الامارات، وان شاء الله احنا نحن ندعو الجمهور وندعو المواطنين والمقيمين الى زياره معرض جايتكس وزياره جناح اماره الشارجه ان شاء الله، اللي افتتاح إن شاء الله بيكون يوم الأحد القادم في إمارة دبي إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله، الله يوفقكم وننتظر بإذن الله الافتتاح ونحضر إن شاء الله ونشوف تميزكم كالمعتاد. شكرا، وننتظر حضوركم أيضا أخوي بسلطان. الله يسلمك إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله، بارك الله فيك. حياك الله، شكرا جزيلا للشيخ، شكرا جزيلا للشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة.